السلام عليكم. اليوم المطبخ وصال للطبخ، جبت لكم المثقبه ويقولوا عليها مبسس المعسل تاع المقله. المقادير هي كالتالي: عندي 3 كيلات سميد متوسط، هيا بهذا اللي راكم تشوفوا فيه، ها هو. بالاضافه الى هذا عندي كميه من السميد الرقيق جدا، رقيق 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 اللي داير كي الفرينه مثل الدقيق. لدينا كمية من الملح وملعقة صغيرة من الفانيلا، نعرفوا علاش درت الفاني. وعندنا كيلة من السمن دائب، وغادي نزيد معاه الزيت. هذا فيما يخص العجين. هذا المبسس نعسلوه في العسيلة، ها هي العسيلة، تكون باردة وما درت لها والو. إذا نروحوا دروك لطريقة إنجاز هذا المبسس. أول خطوة، كل كيلة تاع سميد متوسط نكملها بالسميد الرفيع الرقيق، هذا اللي درناه في البداية هكذا. ها واحد زوج ها ثلاثة ملاعق تاع سميد رقيق، وأقوم بالغربلة. نفس العملية بالنسبة للبقية، كل كيلة سميد نكملها بالسميد الرقيق، معناتها كل واحدة نزيد لها 3 ملاعق كبار تاع سميد الرفيع، وأقوم بعملية الغربلة. نفس العملية ها هي الثالثة، بسم الله، ونكملها بالسميد الرقيق، معناتها كل كيلة نزيد عليها 3 ملاعق كبار تاع سميد الرقيق. علاه ندير السميد الرقيق؟ باش أثناء القلي الحبة ما تتحلش، تقعد كما هي متماسكة. بسم الله، أقوم بغربلتها. ودائما في هذه النوع من الحلويات اللي أصلها جاي تشبه التمر المقلي، التمر تاعنا تاع المقروض، أقصد به المقروضة المقلي، اللي نغربلو السميد. اذا غربلناه بهذا الشكل. الان نفس الكيله هذه اللي درتها ناخذ الخطوه المواليه. اول شيء نضيف لها ملعقه تاع الفانيلا. علاش درنا الفانيلا؟ باش نكسروا لوغو طعم تاع السمن. انا هذا النوع من الحلويات استعمل السمن. وناخذ نفس الكيلة اللي درت بها اللي كيلت بها السميد، نكيل بها الدهن. أضيف السمن، ها هو بسم الله، ونكمل بالزيت. هذه كذلك خطوة أساسية. لماذا؟ لو كان ديروا غير السمن وحده يتحل لكم في المقلة، لو كان ديروا غير الزيت ما يجيش الشباب، يجي يابس. بهذه الطريقة يجيكم من أروع ما يكون يدوب في الفرن هكذا. وأقوم بعملية التبساس ونبسس. وقبل ما نبدأ نبسس نضيف في كل مكان كمية من الملح هكذا. واحد زوج ثلاثة، وهي الرابعة، باش نبسس تاعنا يجينا بنين. نكيلو بهذه الطريقة. إذا كان الملح تاعكم خشن نذوبوه في قليل من الماء، ونقوم بعملية التبساس بهذا الشكل، ونحك غاية بين كفي اليد هكذا. نحكو بهذا الشكل، هذا الشكل، حتى يدخل كاع هذاك السمن والزيت اللي درته في حبات السميد، تحسي بيهم تشربوا هكذا. وصفة جميلة، يجي يدوب في الفم، محبوبة. احنا نستعملوها في المناسبات، في يكون عندنا ضياف، شابة وسهلة، تشبه للتمر للمقروض، أقصد تشبه له. الفرق ان ما فيهاش
فيها شط التمر هكذا، الان صاي شبعت. الان اقوم بالخطوه المواليه، زي لك تحكوا غايه هكذا هكذا. اذا الان نروحوا للخطوه المواليه. الان ناخذوا كمية من الماء يكون قليل نوعا ما دافئ، وزدت معها شوية تاع مزهر، ونبدو نبلو. هنا الخطوة الأساسية أنك ما تعجنيش، غير جمعي بهذا الشكل فقط، نجمع بهذا الشكل هكذا. إذا سوف أواصل إلى أن أصل إلى العجينة المطلوبة بهذا الشكل، فقط بالأصابع كيما هاك هي هاك. اذا سوف اواصل حتى تجمع لي هذه العجينه، واصل في الجمع. لحد الان راهي دخلت لي تقريبا كيله تاع ماء، انا نديرها قليلا نوعا ما دافئ هكذا، واواصل. دخلت لي في المجموع كيله تاع ماء ناقص اصبع ناقص اصبع. الان قبل ما نبدا في العمل لابد من ترك العجين هذا يرتاح عشرون دقيقة. السبب على حسب السميد، قد السميد هذا يكون يشرب الماء، وبالتالي أحتاج إلى كمية أخرى من الماء. إذا لتفادي هذا المشكل ندير له كيما هاك، ونغطيه بغطاء بلاستيكي هكذا باش ما يشفليش السطح، ونخليه عشرون دقيقة ثم نعود ونشوف الخطوة الموالية التي نقوم بها. لتريح شي دقيقة. ها هو شوفوا العجينة تحتاج قليلا من الماء، غير كمية قليلة هكذا، أرشوها فقط هكذا. والآن نروحوا للخطوة الثانية. إذا ناخذ هذه العجينة وباش يجوني كاع في السمك متساوي، أنا عندي طريقة سريعة وبسيطة. ناخذ سنيوة يكونش ارتفاع تاعها عالي هكذا، نفرشها بورق الزبدة، ولا ما عندكش ديري بلاستيك، ولا ما كانش استعملي الطريقة العادية. بسم الله، وأقوم بفرش هذه العجين هكذا. شاوة لماذا ندير هذه الطريقة؟ فقط باش نتحصل على سمك متجانس، وكاع الكمية تكون عندي كيف كيف في السمك فقط. الى تجيك هذه الطريقه المستحبه ديري الطريقه العاديه تاعك عادي هكذا. نفرشها على اساس هذا السمك، واراعي كميه العجين اللي عندي، ماشي مشروط كاع نفرشها. وفي نفس الوقت ابلل يدي بالماء وانا افرش هكذا، نستعمل يدي. اذا واصل العمليه هكذا، وتجي كاع متساويين، تجي حاجة شابة وسريعة، ما تديلكش كاع وقت. تقدري ديري هذا المبسس في نفس الوقت وانت ديري في الفطور تاعك هكذا. اذا واصل العملية، ثم نمر الى الخطوة الموالية. هذه طريقة فقط، والطرق كلها جميلة فقط لتسهيل العملية هكذا. هو في الأصل ميجي شرقيك، يجي مليح في السمك، مبسس معروف بالسمك تاعه هكذا. أيوا، إذا ثم أقوم بالخطوة الموالية، وبهاد القطاعة نستعملها فقط باش ندي القياس، باش يكون عندي قد قد فقط. اذا درت بهذا الشكل فقط الشكل، والان ديت كي درت الشكل، الان نروح نقطع. نبغي نكبر على هذا كبر، نبغي نخليها قد هكا صغيره نديرها. اذا هذه القطاعه فقط درتها باش تكون عندي قياسات متساويه والاشكال كلها متشابهه. اذا نروحوا ونقطعوا هذه الاشكال.
تكون العمليه كتسالي. بسم الله كما بغيتي، كاين اللي بغى يكبروا اكثر منها، كاين انا افضل الحجم هذا. اذا نقطع بهذه الطريقه كما هنا، راني نزيد شويه عليه باش ما يبقاليش الزائد كبير جدا. والزائد هذا نعاود نقلعه، نعاود نديره الشكل، ما عنديش مشكل في ها. اذا هذا نقلعه بهذه الطريقه، نعاود نشكل الاشكال اللي نحتاجها هكذا. ونجي هكذا وندير الطريقة هذه. نتحصل على الشكل المرغوب فيه. إذا هكذا ونقعد نقلع في الشكل بهذا الشكل هكذا بلطف، ونجي ونسقط النظرة هكذا ونرصها في صحن ونروح إن شاء الله لعملية القلي. نكمل كاع المقدار هذا، نبدأ نقلي هكذا. احنا تحصلنا على هذه الاشكال الجميله، نكمل كاع الكميه ونروح ان شاء الله لعمليه القلي. حطيت مقلاه ودرت فيها كميه من الزيت، راه سخن، وها هي المسمن اللي حضرناه. الان ناخذه بهذا الشكل ونحطوه ينقلى بشكل على نار متوسطه هكذا، نخلوه يتقلى على الجهه السفليه، ثم نقلبه الجهة الثانية ونخلوه ينقلى بشكل جيد باش يطيب الدخلاني تاعه هكذا. إذا نخليه ينقلى، ثم بعد ذلك نعود ونشوفو الخطوة اللي تأتي بعد ذلك إن شاء الله. هكذا نخليه ينقلى، ثم في المرحلة الثانية نعود. خليتهم تحمروا من الجهة السفلية، دروك قلبتهم، نخليهم زيدوا يحمروا مباشرة. كي نخرجهم نديرهم يتقطروا قليلا من الزيت بصح ما يبردوش، ثم بعد ذلك نحطهم مباشرة في العسل. اذا هذه هي الخطوات اللي نديروا بها المبسس. اذا نخليهم يتقلاو، نحطهم يتقطروا قليلا، ثم نحطهم مباشره في العسل البارد، ثم نعود ان شاء الله. قليت المجموعه الاولى مباشره، نحطها في العسل تشرب بهذا الشكل. والان نجي ونعاود نخرجها من العسل، نخليها تشرب لمده 5 دقائق ولا تبغي تشرب العسل، ونعاود نحطها باش تقطر لي من العسل بهذا الشكل. الكمية الثانية راني نقلي فيها، ها هي هذه الكمية مازالت ساخنة، مباشرة نرفدها ونحطها هي الأخرى تتشرب لي بالعسل. هذا النوع من الحلويات تحب العسل هكذا. نغطسها غاية في العسل وأكرر العملية بالنسبة لي حبات المتبقية هكذا. نخليها شوية في العسيلة، نخليها شوية في العسيلة هكذا. في نفس الوقت الكمية نحطها تتقطر لي، ثم نقدمها لكم في صحن التقديم المبسس المعسل. وها هي النتيجة النهائية اللي تحصلت عليها. جا نظرة تاعه جميلة جدا، جا يدوب في الفم مرمل ومعسل من الداخل. نتمنى ان شاء الله تجربوه
وقبل ما نختموا الفيديو نحل لكم وحده باش تشوفوا، نقسمها باش تشوفوا النتيجه اللي توصل اللي تحصلت عليها. اذا لاحظوا شوفوا، غير نحط يدي وندير هاك، شوفوا ما شاء الله جا كاع طري طري ولذيذ جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجاب العائله والى وصفه اخرى من وصفات وصال الى الطبخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.